الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا سائل يسأل يقول: إذا خلع المتوضئ جوربه هل ينتقض وضوءه أو لا؟ نقول الصحيح في هذه المسألة أن خلع الجوارب ليس بناقض نواقض الوضوء، فإذا خلع المسلم جوربه أو خفه أو ما يلبسه على قدميه وكان على طهارة سابقة فإن طهارته لا تفسد ووضوءه لا يبطل. وبهذا قال طاووس وغير واحد من الحسن البصري وغير واحد من السلف أن من خلع جوربه أن وضوءه لا ينتقض. وقد جاء عن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه بال ثم توضأ ومسح عليه ثم خلعهما وصلى رضي الله تعالى عنه. فالصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن خلع الجورب ليس بناقض من نواقض الوضوء. الله أعلم.